أن يكون الشخص وقحاً فيدعو إلى الإبادة الجماعية علناً فهو بلا شك مختل عقلي أو مريض، أو ممكن أن يكون هذا الشخص هو سيفي هوتوفيلي سفيرة الاحتلال لدى بريطانيا المعروفة بآرائها المتطرفة والتي تتسبب لقاءاتها وتصريحاتها بالجدل والاستفزاز دائماً، على عكس طبيعة الدبلوماسيين الذين يحتوون المواقف ويمنعون وصولها إلى مراحل الجدال والنزاع. وبسبب التصريحات التي تصدر عن هذه السفيرة والتي تثير الفرقة والتطرف في المجتمع كما يقول منشئ العريضة، قرر بريطاني التقدم بطلب طرد سفيرة الاحتلال من بلاده ونشر العريضة على موقع change.org. وانتشرت العريضة وبدأ الناس بتوقيعها، وبالفعل جمعت أكثر من 80,000 توقيع في يوم واحد. نشاهد. The fact we even have to sign a petition to get out a woman who is openly called, nationally called, for the genocide of 2.2 million people, 1 million of them being children, is appalling in itself. Get that woman out of the UK. You don't need a relationship with people who are mass murderers. Is there still a chance for a two-state solution? The answer is absolutely no. ثم في الخامس من هذا الشهر حدث منشئ العريضة أسبابها وقال: تستخدم السفيرة الآن لغة إبادة جماعية بشكل علني وتدعو إلى ارتكاب أعمال الإبادة، بينما يستمر التطهير العرقي في غزة والضفة الغربية، وكان هذا سبب هذه الإضافة، وهو في هذه المقابلة على راديو LBC البريطاني. Well, first of all, I really want to mention the fact that Gaza has an underground tunnel city, and in order to get to this underground tunnel city, those areas must be destroyed. And one of the things we realized that every school, every mosque, every second house has an access to tunnel. So this is, and of course, ammunition. But that's an argument for destroying the whole of Gaza, every single building in it. So do you have another solution how to destroy the underground tunnel city, that this is the place where the terrorists hide? والله هذه سفيرة. لكن هل هذه العريضة مفيدة؟ سؤال. موقع change.org وهو موقع أمريكي يعمل على تسهيل الالتماسات من قبل الجمهور العام، ينشئ المستخدم عريضة إلكترونية ويدعو للتوقيع عليها بهدف تغيير شيء ما، وبعد 100,000 توقيع يجري مناقشة الالتماس في البرلمان، وعريضة طرد السفيرة وصلت إلى 122,000 توقيع. هل يلتزم البرلمان برأي 122,000 بريطاني ويناقش هذا الالتماس؟ وهل فعلا تطرد السفيرة؟ على مواقع التواصل كان التفاعل العربي واسعا مع هذا الموضوع. نتابع. علي أحمد يقول: ما دعت سفيرة الكيان إلى هدم مساكن ومساجد غزة إلا وهي تعلم أن رئيس الوزراء لن يتجرأ على توبيخها، فكيف بطردها؟ الكيان المحتل مسيطر تماما على أوروبا وأمريكا. جوري تقول: سألوا فرعون إيش مفرعنك؟ قال: ما لقيت حدا يلمني. كانوا شايفين الدنيا سبهللة وأن العالم معهم وحديثهم وحشي بلا رقيب، ولكن جاهم اليوم اللي لاقوا فيه الذل. على فيسبوك عواطف تقول: في الغرب اللي المفروض هذه ليست قضيتهم المركزية نجد المظاهرات والحملات والعرائض الإلكترونية والدعاوى القضائية. في المقابل نحن العرب لا نفعل شيئا. أخيرا عزيز
يقول ولو وصلت لمليون توقيع لن يحصل هذا أبدا، ونحن نعلم أن بريطانيا وأمريكا وإسرائيل واحد في كل ما يحصل. المتعارف عليه أعزائي أن دور السفير في أي بلد هو تعزيز العلاقات الطيبة والتفاهم المتبادل والعمل من أجل التعايش السلمي، لكن ما تفعله هوتوفيلي لا علاقة له بهذا. رفضت فكرة حل الدولتين، رفضت احتمال قيام دولة فلسطينية مستقبلية، وهذه أشياء بريطانيا نفسها رغم دعمها المعروف للاحتلال لا تصرح بها علانية. ونشاهد هذا الاقتباس لزارا سلطانة النائبة البريطانية، وتقول خطاب الإبادة الجماعية يتزايد من قبل سلسلة من المسؤولين الإسرائيليين، ويقابله حملة تفجيرات قاتلة في غزة. هل سيطرد؟ نعم. وتساءلت أيضا داخل البرلمان، هل سيطرد أو ستطرد الوزيرة أو سيطرد الوزير وزير الخارجية هنا السفيرة الإسرائيلية بسبب خطاب الإبادة الجماعية؟ ختاما مشاهدينا، لا يخجل أي مسؤول صهيوني من الحديث عن الإبادة الجماعية وكأنها فعل عادي يستحقه الفلسطينيون نتيجة مقاومتهم الاحتلال، بينما الأصوات الداعمة لفلسطين تهمها جاهزة: معاداة السامية، دعم الإرهاب والتطرف.